هذا وكتنتشر. سببها هو التراخي ديالكم ايها المواطنون ولا مبالاة. سببها الازدحام وعدم التباعد. سببها غياب النظافة والتعقيم وعدم ارتداء الكمامات. وما بقيناش كنديوها في النصائح اللي كتبليها علينا الجهات المختصة. احنا درنا اللي علينا، الباقي عليكم نتوما ايها المواطنون. فالله يجازيكم بخير، رجعوا التزموا التدابير الوقائية وحيدوا علينا هذا التراخ. اللي ما ديريش الكمامات ديالهم، ديروا الكمامات ديالكم الله يجازيكم بخير، ديروا الكمامات ديالكم وما تنساوش التباعد الجسدي، اي مسافه. Thank you.